الموازين. قال لك جاه من الموازين المقر. ريت ما ريت ما الواحد قدم يرد باله شويه راه. تعرفش على الموازين يطلع لك راه. لا على خاطر كان عديت الموازي ضربه جايه راه وتجيك خلاف موازي. هاو قال لك جماعه الاتحاد مشاو هجموا على جماعه الاتحاد. نقابيين مشاو هجموا على نقابيين. قال لك معارضين سياسه الاتحاد جماعه ذوما. مو الاتحاد زاد هو فيه شقوقي. شق مع عبد الله وشق خليفه على الله. يا اخي ها دخلوا في بعض. قال لك الاتحاد ما لقاوش عركه خارجيه مشاو عملوا عركه داخليه. ما لقاوش توا مع شكون يتعاركوا ولا سلطه الامور واحده ولا نظموا عركه بيناتهم. قال لك خلي على الاقل ما نخسروش الشحنه النقابيه نتاع الجنود. خلي نترناو على بعضنا خويا في الداخل باش كان جات عركه في الخارج نلقاو خويا القواعد مترانين. لا نظريه معقول اما زود مهم الموازي زود مع الاتحاد زود مع المقر. قال لك ما خلاو حتى واحد يدخل. قال لهم قالوا لهم هبطوا لنا الامين العام تو نحكوا معاه. حتى كلموا الطبيب قالوا له يا لخ نور الدين العام برا بتشوف شوف الحكايه مع جماعه. لا قال منا من الفوق تو اناظر في صمت يا اخي تو ما تفهمشونيش ليه انا ليه وينو هاكا سمير الشفي تو يمشي لهم. يا اخي جات في راس الشفي جاء داخل يا اخي عرضوا الموازي تهجموا عليه وقال لك تجاوزوا العنف اللفظي للعنف المادي. الله ما عارفين اما تغشوا هما قيادات الاتحاد بعد لا تغشوا على الاخر وهكا هبطوا بيان هما جماعه الاتحاد. قال لك ننددوا بالهجمه هذه تاع مجموعات الموازين اللي هجموا. قال لك نقابيين هما اما ليسوا من مناظري الاتحاد. اما من مناظري شنو؟ لا قال لك هذوكم تابعين السلطه ويحبوا يخربوا الاتحاد. يا ولدي قالوا له هو الاتحاد ما تبعته ملي جات السلطه حال الله. لا قلم هذوما يحبوا يبركونا من داخل المعبد والسلطه يساعدها يتهد المعبد. وك تجمعوا هما جماعه الاتحاد تجمعوا في ساحه محمد علي البارح عملوا تجمع عمالي تنديدا بالواقع. قال لك وقفه نقابيه للدفاع عن الاتحاد. وتلمت خويا المناضلين المناضلات الغاديك قدام المقر ودزت بابا بالشعارات على بعض وين. بداوا بهذاك الشعار الكلاسيك هذاك بتاعك عاش الاتحاد على دربك يا حشاد. هذاك ديما كيما حومه الحمايه معناتها فهمت. وبعد الاخرى هذيك ديما يحطوها كي يدوروا على الاتحاد جماعه من برا يدوروا على الاتحاد بتاع هذيك بالروح بالدم نفديك يا اتحاد. هذه في العادي يعملوها كالتعليل هما في وقفات برا يخرجوها كي يجيوك مروحين ويلموا في الصنو والماتريال. اما المره هذه سبقوها على خاطر جابوا شعارات اخرى من وحي الواقع بتاع التهجم هذه بتاع الموازين. قال لك واحده نقابيه ضد الهجمه الشعبويه. الاتحاد ديما ثابت لا ميليشيا لا روابط ثابت وروابط بطحه حره والموازي على بر. وسامي الطاهري في وسطهم سامي الطاهري يعيط خويا عيط سامي الطاهري معروف نقابي الرجني ريقو شاه هو عيط لن ننجر الى العنف. قال لهم واياكم ان تنجروا. حب ياسر التهدئه هو صوت الحكمه راهو بتاع الاتحاد سامي الطاهري. لا ينفع الموازي قلم ولا تنفع السلطه ولا تنفع الغوغاء. لا احد وصي علينا ولو كان من قدماء النقابيين عيط. وبعد ختم هكا بسؤال وجودي بتاعك فتح افاق هذيك في دوفال الفلسفه قال لهم من هؤلاء ولماذا جاءوا اليوم وماذا يريدون ومن يقف وراءهم. شنو من هؤلاء؟ ما قلت قدماء النقابيين. شنو؟ ودزت خويا من بعد السؤال هذا دزتك المناضلين عاد بالشعارات. الاتحاد ديما ثابت لا ميليشيا لا روابط بطحه حره والموازي على بر. سامي الطاهري قال لهم الموازي هذايا قاعدين يحرضوا في السلطه علينا. علاش؟ قالوا له كيفاش يحرضوا؟ قال لهم حرضوا السلطه على وقف الاقتطاع المباشر وعلى وقف التفرغات النقابيه ومحاصره النقابيين وهذا التحريض ضدنا ولن يمنعنا ذلك من ان نحمي منظمتنا. حتى سال واحد كي واحد مناضل نقابي على روحه معاهم في كذا سالهم قالوا ايه ونحن يا جماعه علاش ما نحيوش الاقتطاع المباشر هكا ونخليوه حر ونحيو التفرغات. وعلى هاك الكلمه يا مؤمن الراجل هو يجري وجماعه الاتحاد يجري وراه ممنع كان كي وصل لك اللي ضريح الشهيد غاديك كفير وتخبى وراه غاديك شبيك. قالوا له لباس تلعب بالفوند كوميرس يا موازي. قالوا له اللي تحب تهد المعبد الاتحاد ديما ثابت لا ميليشيا لا روابط. يا اخويا اسمع ما صار بيس وكاو يا جماعه والله دي مره برك عادي شني اسمع نبذه في ربوخ وعركه وديه وصلوا على النبي. البلاد ما قعد فيها حد مش داخل في عركه ها حتى الاتحاد وصنعوا له عركه وانا هاني صابر وبرا